كنت عارف ان انا هوصل للجنون. الدايرة بتكمل يا كارما، الدايرة بتكمل. من وجع الروح لعتمة النسيان لعتبة الجنون، اللي جاي ايه؟ برد الموت. أنا اللي بموت، بموت من الوجع، الحيرة بيتقطع في جسمي كله، وأنا مش عارفة أنا فين. يعني أنت فين؟ ما أنت قدامي أهو. لا أنا مش هنا، أنا مش هنا. كارما أنت مش سامع؟ سامع إيه؟ الصوت، الصوت فظيع. مش سامع حاجة، أنت سامع إيه؟ الصوت بيقرب لدافنشي، بيقرب جدا. بيدمر وداني. الحق كارما، 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 كارما. دافنشي الحقني، أبوس إيدك. الحق يا ست، يا هاني. دافنشي يا ست، يا خالتي. دافنشي، دافنشي عايزة إيه؟ عايزة إيه مني؟ قومي يا ست، طلعت روحي وقرفتيني. قوم. هو انت لسه هتتجنني؟ ده انت مهبوشه رسمي، بقالك 7 ايام عندنا مفيش الا دافنشي بتاعك دوت. يا اختي احلى منا برشه قباظه باحمد عز، حاجه كده تطري على القلب. يا ستي انت مالك، هتتدخلوا في احلامي كمان؟ ان شاء الله يا رب احلم بعزرائيل ياخدني منك. يا اختي يبقى احسن من بقك لباب السما. انت عايزه ايه؟ مش انا يا اختي يا حلوه اللي عايزه، الباشا اللي انت واجعه دماغنا عليه. اتفضلي طالبك وعايزك بره. دافنشي، دافنشي ايه يا اختي؟ وما فيش الا دافنشي. قومي وتعالي، ده الباشا بتاعنا. دافنشي ايه؟ امشي. استني. لا لا، نتكلم في ايه حضرتك؟ انا ما عنديش وقت للهري والكلام. يعني ايه ما عندكش وقت للهري والكلام؟ 7 ايام وانا مرميه في اوضه ضلمه، مش فاهمه اي حاجه، مش فاهمه ايه تقومتي، ولا شفت ورقه واحده بالقبض عليا. الورقه ايه يا حضرتك؟ امر اعتقال صادر باسم سعادتك من 8 ايام، وموقع بامضى حيه من الوزير شخصيا. كفايه دي ولا لا؟ لا طبعا مش كفايه. انا من حيه افهم ايه تهمتي وفين التحقيق، ولا انا متهمه بجد بحاجه. النيابه هي المفروض تتحقق معايا، مش ياخدوني كده وتغموا عينيا وتيجوا ترموني هنا. حضرتك عارفه ان امر الاعتقال ده اجراء استثنائي ملوش علاقه بالحق القانوني واتهامات النيابه. والاجراء الاستثنائي ده مفهوش تحقيق، مفهوش حد يقولي تهمتي ايه. هفضل قاعده في الزفت ده لغايه امتى؟ هترحل امتى؟ اهو ده بقى مش اختصاصي يا استاذ، انا دوري نفذ امر الاعتقال واحجزك عندي هنا وبس. لو سمحت انا بكلمك، انا بكلمك، لو سمحت كلمني، حد يفهمني حاجه. مين اللي مسؤول هنا؟ انا يا ست الكل. انت كمان فريد طعيمه؟ ايوه يا يوسف، انا عايز اعرف ازاي تسقطوا اشتاذ زي ده من حساباتكم. نسقطه ازاي ده ليه؟ انت مش بتقول ان هو كان بيراقب تليفون كارما؟ يبقى اكيد هو اللي عارف اللي بينها وبين الكومي. ما هو ده استنتاج طبيعي يا داليا، جابر الكومي ما يقدرش ياخد اجراء زي ده غير لما يكون في حد في الداخليه بيساعده. يبقى اكيد هو اللي ساعد الكومي في خطف كارما، وكان لازم تراقبوه هو شخصيا. نراقبه ازاي ده ليه؟ زي الناس يا يوسف، اكيد هو اللي خدها ورماها في المعتقل بتاعه. وما تقوليش ان هو ما يقدرش، لانه عملها قبل كده مع ديفيتش ولا رؤوف المليجي. يا حبيبتي، يا حبيبتي افهمي، فريد طيامة نفسه ساب المعتقل خالص. سابه؟ سابه ازاي؟ صدر أوامر بتصفية المعتقلات، وفريد طيامة اتنقل لأمن الدولة. إحنا بقى هنراقب ازاي لواء في أمن الدولة من غير ما يكون في إيدينا دليل واحد ضده؟ ازاي يا دليل؟ أنت اتنقلت أمن الدولة؟ حقي. دي أقل حاجة عملته معايا الوزارة، ردًا لاعتباري بعد اللي سعادتك عملتيه فيا. اللي أنا عملته فيك؟ طبعًا. شوهت صورتي، طلعت عليها اشاعات كاذبه. الحقيقه معالي الوزير طلب مني ان انا اتنازل عن البلاغ مقابل كرسي هنا في امن الدوله. ايه؟ كتير عليا ولا حاجه؟ لا بالعكس، ده يمكن شويه عليك كمان. عشان كده بقى حضرتك قررت انت تاخد بطارك وتفش الغل اللي جواك وتيجي ترميني الرميه السودا دي. معلش سوري، سامحيني، اصلا الالم اللي باخده ما بنساهوش ابدا. الالم ده انا اللي خدته يا سياده اللواء، ولسه لغايه دلوقتي بتوجع منه. لا ما حصلش، الوجع كان لازم يحصل هنا،
في سنتانا انفرادي حيث الكوابيس، زي حبيب القلب دافنشي اللي حضرتك قرفتينا وقلبت الوزارة كلها عشان تنقذيه، مش كده؟ وهجيبه إن شاء الله هجيبه، ولما هجيبه هخليه يحط صوابعه العشرة في عينيك. طب لما تخرجي الأول، ولا أنت فاكرة إنه هيجيلك على حصان أبيض وينقذك ويخرجك من هنا؟ هخرج غصب عنك وعن الدنيا كلها هخرج، والقيادات اللي انت بتتحامى فيها دلوقتي هم اللي هيذبحوك لما يعرفوا كل اللي انت بتعمله من وراه. من وراهم؟ انت غلبانة يا كرمة، غلبانة قوي. ضحك عليكي صفوة عامر ده لما قالك ان الداخلية كلها في ظهره. شوف يا أستاذة كرمة، انا ما عملتش اي حاجة قانوني في حياتي زي وجودك هنا. قلت لك انك تفتخري، انت عندك امر اعتقال من وزير الداخليه شخصيا. بتهمه ايه حضرتك؟ الراجل اللي اسمه الله يسامحه جابر الكومي ده مقدم فيكي بلاغ يخليكي تروحي في حضن عشماوي عادل، والملف اهو. اقعدي بقى يا ماما اقري براحتك. اقرا ايه وزفت ايه؟ جابر الكومي طبعا بيلفق لي اي حاجات فارغه. ده انا اللي معايا مستندات توديه ورا الشمس. وديني نيابة حالة، أنا عايز أعرف تهمتي إيه؟ لا معلش سامحيني، على الأقل مش النهاردة لأن مش فاضي. رايح السيما، عندي ميعاد أنا وبنتي هناك في السينما، هنتفرج على فيلم رومانسي فظيع. لما تخرجي بالسلامة لازم تروح تشوفيه. عايز تشوفيه إمتى؟ هيكون تشان من السينما، ممكن تشوفيه في روتانا كلاسيك. فيلم أحسن كتير من الفيلم اللي عمله الخايب بتاعك خطيبك السابق على بنتي. فيلم إيه وزفت إيه وإحباب إيه؟ اسمع، أنا لو قعدت يوم واحد هنا هموت، هوديك في 60 داهية. الملف أهو، مسميسي في براحتك ودوري على ثغرة من بتوع زمان لغاية ما يبان لك صاحب. قتلت اللور. استنى هنا، استنى، هوديك في 60 داهية والله. حرام عليكم، هوريك وزارة الداخلية هتعمل فيك ايه. داليا عندها حق يا يوسف، كان لازم نراقب فريد طعيمة من بدري. نراقبه ازاي يا باشا؟ ومين هيدينا اذن ان احنا نراقبه؟ احنا ما عندناش دليل واحد بس ضد فريد طعيمة ان هو اختفاء كارما. عندنا يا يوسف بنته اللي بتشتغل في مستشفى الكومي، شبهة قوية كفيلة انها تثبت ان في مصالح وعلاقة قوية بينهم، وان ممكن يساعدوا على اي اجراء غير قانوني. ايوه صح، ازاي فاتت علينا دي؟ فاتت عليك انت، انما انا لا. انا كنت هعمل الاجراء دوت وهعرضه على معالي الوزير ساعه ما كنا هناخد الموافقه على عمليه الكومي، بس على اخر لحظه كده ترددت ورجعت في كلامي. ليه يا باشا؟ فريد طعيمه ثعلب يا يوسف، ممكن يحس باجراءات المراقبه وينبه الكومي ويبوظ لنا العمليه كلها. ما بوظت العمليه يا باشا، وكارما سليم هي اللي بتدفع الثمن. يا باشا احنا لازم نعرض الموضوع للوزير، مراقبة فريد طعيمة هتوصلنا الحاجة، أنا واثق من كده. إحنا قلبنا الدنيا عليها ومش لاقيينها. أدخل. معالي الباشا. يا محمود، وصلت الحاجة؟ عثرت على إشارة غريبة سعادتك. إشارة إيه؟ قرار صدر من نيابة أمن الدولة بالبحث عن كارما سليم والقبض عليها. قبض عليها؟ نيابة إيه اللي تقبض عليها؟ كارما شغالة معانا وبأمر من الوزير. المتهمة كارما سليم عبد القادر. مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة. سكت، حرام عليكم. Thank you.
عجنك وخبزك يا استاذه، وعارف انك هتستهيف الملف، مش هتفتحيه غير بعد ما تيأسي وما تلاقيش حد يرد عليك. لا عيب، ما تشتميش. ده انا اللي قلت لك افتحي واقري براحتك، يمكن تلاقي ثغره. لو بصيت على ايدك اليمين هتلاقي ممر، اخرجي منه هتلاقي عربيتك تخلصك من اللي انت فيه، وهي دي الثغره يا ستي. عربيتي؟ افتحي اول درج في المكتب اللي جنبك، هتلاقي ميداليه لطيفه قوي فيها مفتاح عربيتك. عربيتي؟ انا كده فشيت غلي واستكفيت والحمد لله. دوقت بطعم الحبس والضلمه اسبوع بحاله. لو ايه في معتقل اوانطة ملوش وجود. حقير سافل. المعتقلات خلصت يا هانم، انت نايمه ولا ايه؟ يلا بالشفا حصل خير. هي قرصة ودن بسيطة عشان ما فيش كلب يضحك عليكي بعد كده ويقول لك العبي مع الأسد. أسدتي خرتي يا سهيلة يا حقير. يا بنت الكلب. انا يا ثريا، انا تخونيني مع الصرصار ده؟ انت فين يا فريد بيه؟ سايبني بقطع في نفسي طول الليل. ده ايه وزفت ايه؟ مش تقول لي الاول عملت ايه في الدايه اللي عندك يا باشا؟ طارت الامامه، طارت بالقفص وتايهه في ملكوت ربنا ومستنيه طلقه الصياد. الله يخرب بيتك يا فريد يا تعيمه. يا رب انا فين؟ يا رب الطريق الغريب ده انا فين بقى؟ يا رب الاقي مكان. يا رب لجنة، لجنة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الحمد لله يا رب، الحمد لله. دول طلعتولي من السبع. الرخص لو سمحت. الرخص؟ حاضر. حاضر، ثانية واحدة، ثانية ثانية واحدة حضرتك، ثانية واحدة. أنا بس كان ممكن أسأل حضرتك سؤال. طب الرخص الأول بس. الرخص؟ حاضر حاضر. اتفضل يا فندم. أنا كارما سليم المحامية. كارما سليم؟ طب إزاي يا فندم؟ ما هو سعادتك عارف إنها معانا في مأمورية خاصة بقالها أكتر من سعادتك. لسه ما وصلناش لمكانها لحد دلوقتي، بس أنا عايز أعرف إيه سبب قرار النيابة العجيب دوت. كرمك مسكت الرئيس. مسكت؟ مسكت فين يا يوسف؟ لجنة في طريق السلوم. السلوم؟ سلوم؟ طريق السلوم؟ يا نهار اسود. طب أنا إيه اللي يوديني طريق السلوم يعني؟ السؤال ده المفروض بتاعنا يا أستاذة، وإجابته تبقى عند حضرتك. رايحة تعملي سفاري على الحدود ولا هربانة ولا إيه؟ سفاري إيه وهربانة إيه يا فندم؟ أنا أصلاً تاهت، أنا ما صدقت دي لقيتكم. أصلاً مخطوفة ومش عارفة أنا فين أصلاً. معالي الباشا. إيه ده؟ أنا الدوسيه ده مش بتاعي، معرفش إيه اللي حطوه في العربية. يا سلام، يعني ولا عارفة الطريق ده بيودي على فين؟ ولا عارفة الدوسيه ده بتاع مين؟ الدوسيه ده هيوديكي الإيد عشماوي يا أستاذة. مدوخنا على الجورنال وهو معاك هنا. ايه يا عم انت مالك انت ومال الجورنال ده بتاعك؟ ايوه بتاعي، امال يعني هبط عليك بالسما؟
يعني ايه؟ يعني كارما وهم؟ وبعدين بقى؟ انت هتجنن ولا انا اتجننت ولا الحكايه بالظبط؟ اقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما يتقدم وقررنا الاتي: حبس المتهمه كارما سليم عبد القادر 4 أيام على ذمه التحقيق مع مراعاه التجديد في المواعيد القانونيه، استعجال التقرير النهائي للطب الشرعي وابحاث التزييف والتزوير بشان المستندات المحرزه موضوع البلاغ. ضيعت ايطاليا خلص، انا ضيعت نفسي وحياتي وسمعتي. انت لا ضيعتي ولا حاجه، الداخليه كلها عارفه ان دي لعبه واطيه من الكومي وفريق طيب. يوسف قال لي يوسف ايه بس، الداخليه ايه؟ اللعبه خلصت خلاص، الدايره اتقفلت عليا. قصدك ايه؟ هو كان امتحان، امتحان صعب قوي، امتحان ابتديت بإجابة غلط فيه، كان لازم أصمت. زي ما طلعت ابن الكومي من عربيته مخدراته وقلت إنها مش بتاعته، النهاردة أنا بمسك بورق في عربيتي وقلت إن أنا خاينة البلدي، بس والله ما بتاعي، والله ما بتاعي، زي ما قال لي دافنشي بالظبط. وانتي لسه بتفكري في اللي اسمه دافنشي ده؟ انا لا بفكر ولا زفت، غصب عني هو اللي عايش جوايا. 7 ليالي في اوضه مقفوله، ما فارقش عينيا ولا احلامي، هو الوحيد. أنا آسف يا كرمة، ما عندناش وقت. يوسف نص ساعة كمان. أنا عملت مستحيل عشان شوية الوقت دول يا داليا. كرمة لازم تترحل دلوقتي. طب أنا هاجي معاه. تيجي معاه فين؟ يلا كرمة. ضيعتي نفسك يا مجنونة عشان شوية تخاريف. ألو؟ أيوة يا شيرين، خدوا كارما ورحلوها على السجن. اهدي بس واسمعيني. أسمعك، أسمع إيه ونايل إيه دلوقتي يا شيرين؟ دافنشي يا داليا. دافنشي؟ أيوة، عفريت كارما. أنا قدامي خبر غريب جداً مش قادرة استوعبه. خبر إيه؟ بتقولي؟ طلب متقدم لوزارة الأوقاف من أهالي منطقة شعبية، عايزين يعتمدوا ضريح صوفي باسم الشيخ دافنشي. الشيخ دافنشي؟ يا نهار أزرق، ده بجد؟ أمال يعني تهريج يا داليا؟ ده الخبر انتشر في كل المواقع، وفي ناس بقى عمالة تنظر وعمالة تقول حكاوي غريبة في كل حتة. طب تعالي تعالي. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدق الله العظيم. فاطمة، دكتورة فاطمة، انت عارفاني؟ عارفة انا مين؟ انا داليا رشوان، بنت سعاد النشرتي وبنت خالد كارما سليم. الله، ما انتي حلوة اهو، أمال إيه الدروشة اللي انتي فيها دي؟ الزمي أدبك، انتي داخلة مكان طاهر ونضيف، لا ينفع فيه تريعة ولا هزل صحفيين. هزل صحفيين؟ زيك زي بنت خالتك، نفس البطن ونفس الطينة، بعتوا نفسكوا للشيطان واشتريتوا لسان الباطل. احنا بعنا نفسنا للشيطان؟ أيوة، انتوا انتي تتريقي على أهل الله والناس الطيبين
وتقولي عليهم درويش، وهي تقلب الحق الباطل في المحكمة وتهد بيوت الناس وتشردهم في الشوارع. انتي عرفتي اني كارما؟ العارف هو الله، والكذب عمره قصير يا بنت سعاد. ايوه بس كارما ما كانتش عارفه ان انتي ساكنه في العمار، واول ما عرفت عوضتك على طول بفلوس حرام، وفضل رزقه مقطوع وعتبته منحوسه عشان بفلوس حرام، لحد ما ربنا بعت الروح الطاهره اللي تنضفه وتعلي مقامه وتفتح بابه لكل الناس. حلو قوي الكلام ده يا ست الناس. انا بقى جايلك عشان الموضوع ده بالتحديد، يطلع مين الاخ دافينشي اللي انت عامله له المقام العجيب ده؟ قلت لك احفظي ادبك ولم لسانك، اسموش اخ يا ملعونه، ده مولانا وحبيبنا ورحمه ربنا لينا، واسمه الشيخ دافينشي. حي حي يا قيوم. يا ناس يا ناس انا هتجنن، معقوله الدكتوره فاطمه دكتوره علم النفس دماغها تلسع كده؟ العزبه كلها اتسحرت يا بلي، امال اكلم مين في الصرعه الصفرا دي؟ استاذه رفش. استاذه السلام عليكم. وعليكم السلام. هو مش انتوا جايين تسالوا على الشيخ دافينشي؟ ايوه انت تعرفه؟ هو كان عايش معانا هنا في الحاره وفجاه اختفى. لما اختفى بقى قعدت اتطقس عليه كده، وعرفت ان ايمن باشا صقر رئيس المباحث شقطه من شقه عم صلاح. ايمن صقر؟ ايوه ايمن اللي كارما تسببت في نقله لعزبه الورد. هي كانت شاكه ان الحيوان ده هو سبب تسريب الخبر لفريد طعيمه. ايوه انا كنت عارفه، بس صراحه اتلخبت في كارما. داليا الكلام اللي انت بتقوليه ده خطير جدا، لو طلع تخاريف هيبقى هو يا يوسف. والله العظيم هو السبب في هروب دافينشي، وهو اللي حبسه في عزبه الورد، وهو اللي خطفه منها، وهو ممكن يكون عارف مكانه، وانا عندي الدليل على كده. طيب اقفلي دلوقتي وانا هرجع لك، مع السلامه. لا 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 انا حاسه ان انا في فيلم رعب، انا مش قادره اصدق اللي بيحصل لي. غالبا كلنا كنا غلط وكارما هي اللي صح، دافينشي موجود فعلا. يا ستي حتى لو لقينا الاخ دافينشي ده هتفرق مع كارما في ايه؟ دي قضيه تجسس وتمويل وليله سودا. هتفرق كتير قوي، ظهوره هيأكد ان كارما كانت صح في بلاغها ضد فريد طعيمه، وان ده سبب كافي ان هو يلفق لها القضيه. الف مبروك يا جابر بيه، القضيه في نيتو خلصت. خلصت ازاي يا فريد بيه؟ كارما طعنه بالتزوير، واكيد المحكمه هتأجل جلسه بتاع بكره. تزوير ايه يا فندم؟ انت نايم ولا ايه؟ طب الشرعي خلاص طلع النتيجه ايجابيه، وهي دلوقتي في النيابه تسمع حسك وتوردت على الملف. يا راجل بتكلم بجد؟ الا بتكلم بجد. الخبر ده جالي من نص ساعه وانا جاي لك في السكه، وانا بلغت عاطف بيه في مكتبه. انت داهيه داهيه، والراجل اللي معاك ده يستاهل اللي عايزه واكتر بكتير. لا احنا كده تمام قوي، حكمانا قانونه، والراجل اللي معايا كمان ما بياخدش اكتر من حقه. استاذنك بقى لاني عندي شغل كتير قوي في مكتبي الجديد، ما باركتليش. الف مبروك يا سيدي، اتفضل. شكر جدا. اتفضل. خير يا رمزي؟ اسف يا معالي الباشا، بس في اخبار مهمه. ايه ده فريد بيه نسي المسدس؟ سيب الهباب مكانه، سيبه. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شريف طاهر يا باشا. رد بقى يا شريف، يا حرام عليك. الو وفاء، انت بعدتي قوي؟ ينفع ترجعي؟ عايز اخلق واروح لشريف، كلمته 100 مره ما بيردش عليا. نايم ايه يا بنتي بس؟ وانا بكلمه من امبارح طول الليل برضه ما بيردش. ما انت عارفه انه لازم بيكلمني كل ليله قبل ما ينام. انا حاسه انه تعبان، حاسه في حاجه مش طبيعيه يا حبيبتي. ما هو عايش لوحده، ما هو على ايدك، ما حدش بيسال عليه غيري. هتيجي معايا ولا لا يا وفاء؟ من غير تهديد يا سياده اللواء، انا هتكلم وهقول كل حاجه من غير ما حد يهددني او يضغط عليا. يعني حصل يا ايمن؟ يعني كل المعلومات اللي جات لنا كانت سليمه؟ مظبوط يا باشا، كل المعلومات اللي وصلت لسيادتك سليمه. انا اللي بلغت عن التفتيش المفاجئ على معتقل فريد طيب،
وانا كمان اللي حجزت دافينشي عندي في عزبة الورد وحاولت اخليه يشتغل على هارون العرق. مش ممكن. بقى انت ايمن يا صقر، انت تعمل كل ده من ورانا؟ ايوه انا يا يوسف، انا اتربيت على ايد الراجل ده، ومع اول غلطه صغيره قد كده هو بعني وسابني اترمي في اوسخ دايره في البلد. لا ومش كده وبس، ورحت اتصاحبته على الست كارما اللي دمرت مستقبلي عشان تجاملوه على قفايا. نتصاحب مع مين يا متخلف؟ احنا ساعدنا كارما لانها كانت على حق، وكان في ايديها ادله تشوه سمعه الوزاره كلها. وسمعتي انا يا باشا ملهاش اي تمن. اللي زي الضباط كلها ولاد الداخليه، يوم ما يغلطوا غلطه قد كده اهو تبعوهم عشان سمعه الداخليه. هو انت عشان زعلان من اللي نقلك تقوم ترمي نفسك في بطن الحوت؟ ما انا ما لقيتش غير الحيتان يا يوسف، هما اللي بيسلكوا في الشغلانه دي. وبعدين سعادتك يعني اتنقلت من ديوان الوزاره وجيت هنا المديريه، هو راح امن الدوله. وكان كل اللي بيدور في دماغك طبعا ساعتها انه هياخدك معاه. مظبوط. انت غبي، انت غبي يا ايمن، غبي. انا جيت المديريه بالاتفاق مع الوزير عشان نطمنه يا متخلف، عشان اقدر اكشف كل الاعيبه وانا هنا. للاسف لقيتك متورط في اكبر عمليه عملها فريد طعينة. يا باشا حاول تحس بيا، حاول تقدر الغضب اللي جوايا. يا حبيبي كنت لازم تفوق من الغضب اللي جواك ده وتيجي تقول لنا، واحنا اكيد كنا هنسمعك ونقف جنبك. والله العظيم ما كنت اعرف ان الحكايه هتوصل لحد كده، ما كنتش فاهم انها هتوسع مني ومش هقدر المها. انا فجاه لقيت الناس كلها اتدروشت وخلوا دافينشي ده ولي من اولياء الله الصالحين. لا ومش كده وبس، ولقيتهم بيبنوا له مزار كمان. انا هساعدك يا ايمن، هساعدك. رغم كل اللي انت عملته ده وبرضه هساعدك، بس لازم تساعدنا انت الاول. تقول لي دافينشي ده مكانه فين، واوعى تقول لي معرفش مكانه. هادي الحقيقه يا باشا، انا فعلا معرفش مكانه. هو يعني معقول فريد طعيمة هياخده مني وفي الاخر يعرفني مكانه؟ يخرب بيتك وسايبنا نهري معاك من الصبح. الست هتتحاكم بكره محكمه. قضية 162 حصر أمن دولة عليا، المتهمة كارما سليم عبد القادر. أستاذة كارما. أفندم. لسه ما وكلتيش محامي يترافع عنك؟ لا يا ريس. طب ليه كده؟ النقابة انتدبت لك محامي كبير، ليه مش عايزاه يدافع عنك؟ بعد إذن سعادتك أنا اللي هترافع عن نفسي، بس بعد ما الادعاء يخلص. براحتك. اتفضل يا أستاذ عاطف. بعد اذنك سعاده الرئيس، المتهمه الحقيقه عندها حق طبعا. المحامي هيجي يعمل ايه؟ القضيه مقفوله يا سعاده الرئيس، وادله الادانه واضحه وضوح الشمس. المتهمه كارما سليم عبد القادر، قسما بالله قلبي بيعتصر خجلا لما بذكر اسمها كامل. بنت هامه من هامات القضاء، المستشار سليم عبد القادر، متهمة بالجاسوسية سعادتك، وكانت متجوزة من جاسوس شاكر عثمان اللي اتقتل على ايد المنظمة اللي منتمي ليها واللي قتلوا عناصر أجنبية. كانت متجوزة عرف يا سعادة الرئيس، وانا بحط تحت عرف دي ألف خط. المحامي هيقول ايه؟ مقفولة ضبة ومفتاح يا سعادة الرئيس. كذب كذب يا سيادة الرئيس، انا عمري ما شفت شاكر عثمان ده، ومستحيل اخون بلدي، مستحيل اخون بلدي، مستحيل. لا 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 لا، خاينة خاينة وكذابة. كل الأدلة ضدها يا سعادة الرئيس. اتغيبت أسبوع عن عملها مع رجل الأعمال المحترم جابر الكومي، واتغيبت عن بيتها ومحدش عارف مكانها فين. الراجل شك في اتصالاتها بعلاقات خارجية، ده أولا. ثانيا، محضر التحريات يا سعادة الرئيس بيقول انها اتمسكت وهي بتحاول الهرب برضه بمساعده عناصر اجنبيه من منفذ السلوم. ثالثا، الطب الشرعي اثبت ان الورق اللي كان معاها في عربيتها سليم 100%. خلاص يا سعاده الرئيس، هنقول ايه؟ القضيه مقفوله. لا لا،
لا 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 انا نفسي حضرتك الورق ده كله مزور الورق ده مش سليم ده فين شي دافنشي نهار فين ده دافنشي رد عزة القلب خلصت يا طعيمة ما تتعبش نفسك وما تلومش عليا ما تنساش أنا أول واحد نبهتك وقلت لك حرص من القدر ومن العيب قلت لك خلي بالك من مقص الحرامية وأنت ما صدقتنيش عصفورك طار يا طعيمة وسجانك هو اللي فتح له القفص عزت جاب لي كل أخبار كارما من الجرايد وحطها قدامي في الفيلا دي يا الحرس يا الحرس بكر ما عملت عشان كل ده شوف هي بتعمل ايه وانا بعمل ايه شوف هي عملت ايه وانا عملت ايه لا 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 دافينشي مش وقت نوبة الجنان بتاعتك دي والنبي مش عايزين نجالوش على اتفاقنا 500 وتسيبنا نروح لكارما ومعنا لا اعرفك ولا تعرفني وما بيننا الو سلام عليكم كل سنه وانت طيب وبس امين امين يا معلم اتفقنا كارما لا انا حذرتك دافينشي وقلت لك كارما لا كارما لا كارما لا